قدوميها محكمة دقمدا هرقيسا عبد الرشيد محمد حرسي بيرقل أي حكم كرهدي رجل شيء إني كجن عسنا يندينك حكم كرقاسي لجرهدي قدوميها أو شيء يوحى ويري قدم كسديد يلا بعترض حرف كقوات فغرد تأجى وحلقوا حكمي مد كيلا صدح صنوع وحرقة وحرق عقابيضا وأنا إبلهي يوم من صدح مليون وجناحة والله صعدة مد كيلا ما داموا دم بجانا قرتين لبا حرق وحا وقب بلا ميا ما نتي لصوحري بشنا يا هيد كوب يصدن كي بشي كوات لبا كون يسديد يطمن صدح قاريك الدين كان لغو سيدي اي لغو قبطي اي فتستاها اما الدخان كاها وحان لغو حكومي صدح مليان وقناحة حدي لغو قبطو مردن بي اوكالي ساقو اوفالكن اوكالي كتره وفراه كلتره قاريك اس محكبة دو وحايو حكومة قرنك انو لو وريقو او لغو شاقيو ددوينها اي قرنك هل كان داود يال ومحكمة دقمدا هرقيسا سدا قدوميها محكمة شيغينا دي كان هدا هل كان كجيرا ودين حريتي سلو عليي او سدا وكله وزارة ديغاكا قدوميه هو حقوق باقي ان دي كاسي اي دريال شو قدوميها وارتا كا هدليا وحو جيري دين كان لقبتي اي غانت سنت دنبيله وحن لو امريا وزارة ديغانك ان اي دريال كي سلو وريكتو دين كان maanta laga bilaabo oo taariikhdu tahay 13 ka bisha 2aad 2018 iyadoo sharciyada xurriyadiisa u celiyay diinkan laga bilaabo maanta oo bishu tahay 13 ka bisha 2aad 2018 maxkamadda degmada Hargeysa runtii oo waqti badan gelisay baaritaan badan gelisay gudoomiyaha degmada Hargeysa maxkamadda Hargeysa ayaan gaar iyo xiraaliyaha aad baan ugu sii mahadnaqay la shaqeynayay ilaahay ba subhanahu wa ta'ala mahadle ilaahay ba mahadle maanta waan soo dhaweeyneynaa waan ku faraxsanahay xukunkan lagu riday dibgeystayaashii u geystay diinkan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku beeray koonkiisa runtii waa asad qaran ku leeyahay battery koosar maxamuud telefishka yar yar محكمة دقمدا هرقيسا